إذا للوقوف عند تدهور الوضع المائي في العراق وتقرير برنامج الأغذية العالمي عن تداعيات جفاف الأهوار، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور نظير، مرحبا بكم. يعني كما استمعت، هناك تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، العراق يشهد أوضاع خطيرة مع موجة الجفاف التي يشهدها. نريد أن نعرف منك دكتور نظير، ما حقيقة الموقف المائي للعراق؟ شكرا اخي. الموقف المائي حرج جدا بالحقيقه، وانا سبق ان على قناتكم الكريمه ذكرت انه على مؤشر الجفاف في العراق اللي هو من 5 درجات العراق حاليا 3.7 بالعشره. وكل التقارير تشير الى انه اذا بقى الوضع كما هو عليه الان فخلال 10 سنين يوصل العراق على مقياس الجفاف الى 4.6 بالعشرة، يعني معناها كأنه صحراء كاملة. فالوضع حرج جدا مع الأسف. دكتور نظير، هل تلعب إيران يعني تشارك بشكل مباشر في وصول الوضع المائي للعراق إلى ما تفضلت في تفصيله قبل قليل؟ طبعا بشكل كبير جدا، لأنه واردات العراق المائية تعتمد بشكل رئيسي على المياه نهري دجلة والفرات الواردة من تركيا وإيران. إيران بالحقيقة حولت عدد من روافد نهر دجلة، وأولها الكارون والكرخة، وحاليا ديالة مثل ما تفضلتوا بالتقرير. وأيضا هناك وديان جانبية على حدود العراق مع إيران. هاي تجيب لنا بحدود 7 بليون متر مكعب من المياه، معظمها حولتها الى داخل ايران. فايران تساهم بشكل كبير جدا في رداءة الموقف المائي في العراق. في تصريح سابق لوزير الموارد المائية الحالي، اكد في هذا التصريح ان الوضع المائي في العراق يشهد تضاؤل. سؤالي هنا، يعني ماذا قدمت الحكومة لحلحلة هذه الأزمة؟ والله اللي نشوفه على الواقع ماكو شيء. يعني ما شفنا فد مشروع حيوي او استراتيجي تجاه هذه الازمه، ولا شفنا خطوات عمليه لحل هذه المشكله مع الاسف. يعني مع الاسف. تعتقد دكتور ان الازمه المائيه في العراق ما هي الا انعكاس لحقيقه سياسات الحكومه المائيه التي كشفتها التقارير الدوليه؟ تعتقد ذلك دكتور؟ نعم. يعني واحدة، احنا صحيح نقول اسباب قلة المياه هو التغير المناخي ودول الجوار، المشاريع الروائية في تركيا وايران. لكن المفروض انه في مثل هذه الحالة الحكومة تتخذ اجراءات واستراتيجية لتلافي الضرر. لكن ماكو، احنا ما شفنا على ارض الواقع اي شيء سوى الكلام، والكلام وحده لا يفيد مع الأسف. ويظهر ما أعرف، يعني يظهر أنه القيادة السياسية تجهل حقيقة الموقف، وإذا ما تجهله يعني معناها الأمر سيء جدا جدا جدا. طيب، مع الأسف. في ظل هذا الجفاف الذي يضرب العراق، كيف تقيم مستوى قطاع الزراعة في العراق؟ نعم. التقارير الدولية تقول أنه العراق لا يخسر حاليا بحدود 100,000 دونم من الأراضي الزراعية سنويا. دكتور، سنويا؟ سنويا. سنويا، هاي تقارير الأمم المتحدة بالحقيقة وبعض المنظمات الدولية. يعني معناها الزراعة في انكماش بشكل كبير. إضافة إلى هذا الموسم الزراعي أصلا وزارة الموارد المائية خلصت الرقعة الزراعية 50%. يعني الوضع حرج جدا جدا مع الأسف. طيب دكتور، لماذا تقوم إيران بقطع المياه عن العراق، خصوصا أن الحكومة والأحزاب يعني لديها علاقات متينة بين الطرفين؟ ما السبب في ذلك؟ والله طبعا احنا يعني بالنسبة إلى إيران أو تركيا ما تقدر تلومهم، لأنهم دا يشتغلون لمصلحة بلدهم ودا يوفرون المياه اللي يحتاجوها. لكن مع الأسف احنا القيادة السياسية ما واعية شنو القضية ولا أبعادها.
على الوطن. يعني هذه المحاباة اللي أكثر من اللازم بالحقيقة راح نتائجها تكون سيئة جدا جدا على الوطن من كل النواحي. طيب. وحاليا أصلا إذا نقرأ تقارير المنظمات الدولية تقول آلاف من المواطنين يهاجرون أراضيهم الزراعية ويتركوها، وقسم يهاجرون من المدن، والأرقام مخيفة جدا. لكن مع الأسف القيادة السياسية الظاهر يا ملتهية بأشياء أخرى يا ما واعية إلى خطورة الموقف السيء. في مدى اتفاقكم دكتور نظير، في مدى اتفاقكم هناك اتهامات للحكومة في بغداد بإهمال مشاريع السدود والأمن المائي للعراق، هل يعني تتوافقون وتؤكدون هذه التهمة دكتور نظير؟ صحيح. وما في أي استراتيجية ولا في تخصيصات. يعني وزارة الموارد المائية صار لها سنتين تقريبا تحاول أنه تلقى مخصصات لبناء سد مكحول، وإلى الآن يعني أنا ما شفت شيء فعليا أنجز أو اتفاقية تم توقيعها. يعني العمل في هذا السد جاري بس بطيء جدا جدا، وهذا السد ما راح يسوي ذاك التغيير الكبير. يعني المفروض هناك استراتيجية تأخذ بالأمور الجارية والتوقعات المستقبلية. إضافة إلى هذا يعني من نلاحظ الوضع العام في العراق مع الأسف نشوف ماكو تنسيق أيضا بين الحكومة المركزية صحيح وحكومة الإقليم. نعم. يعني إذا الراجع تصريحات المسؤولين في حكومة إقليم كردستان والمشاريع اللي ناويين يسووها هذه راح تأثر على المحافظات الوسطى والجنوبية بشكل كبير جدا. فالمفروض أكو تنسيق بين السلطة المركزية وحكومة الإقليم، وهذا ما موجود مع الأسف الظاهر. فلذلك الظاهر القيادة السياسية غير واعية إطلاقا لأبعاد المشكلة المائية إطلاقا. من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لكم.